يعني السيرة وغيرها، لكن ما يعني ما حدش راح لما كتبه الفرس عن الفترة دي، ما حدش راح لما كتبه الرومان عن الفترة دي يعني الآخر. هل في اللي انت قريته او في اللي انت اعتمدت عليه في مصادر من غير عربية؟ لا انا ما احتاج، انا بس راح ما احتاج، لان الموضوع هو يتعلق بالفترة الجاهلية. هم يقولون هنا الاحداث كلها جرت في مكة ويثرب، ويعني في جنوب، في يعني في الحجاز تحديدا. هذه الاحداث عندما تروح وين تروح؟ تروح على اخبار الجاهليه. اخبار الجاهليه ما عندنا احنا اخبار الجاهليه، اخبار الجاهليه الموجوده هي فقط اللي فتره التدوين كتبت، وهنالك اثار بسيطه، بعضهم قالوا انه رساله يعقوب سيبيوس، وتحدث انه هنالك نبي يزعم بانه جاء بمفاتيح الجنه، يعني اخبار متفرقه، لكن لا احد يتحدث عن عادات القبائل العربيه في الحجاز الا جماعه المسلمين. طيب في سؤال ثاني، يعني انت كلامك عن فتره ما قبل الاسلام ولا ما بعد الاسلام ولا الاثنين؟ انا اقول قبل الاسلام لا توجد ظاهره السبي بشكل منهجي، بانما حالات فرديه فقط. انا هذا اللي بحثته وهذا اللي وجدته، حالات فرديه جدا، لم تكن سياسه معتمده في بين العرب في الحجاز تحديدا او في الجزيره العربيه بشكل عام. بعد وفاه الرسول لم تتكرر هذه المساله، هذا اللي انا وجدته، لم اجد ولم نعرف ان هنالك ابن صحابي امه كانت سبيه في معركه خاضها الرسول والمجاهدين، هذا لم نسمع، برغم انهن عدد بالالاف وبهن بنات وصبايا وحلوات، يعني ليش ما سمعنا ان هنالك واحد. انت كنت بعت لي برضه ان الجراح اسال في رساله ان قريش في الجاهليه تركت الغزو كراهه للسبي واستحلال الاموال لكي يعملوا في التجاره مع الروم والحبشه ومصر. نعم. وده بيأكد كلامك، بس طب خليني أسألك سؤال تاني، يعني بس هو الحاجات دي بتشرعنا اتعملت لها شريعة زي ما قال جواد علي أو هشام جعيط مش فاكر، يعني اتعملت لها شريعة انعكست في القرآن الكريم نفسه وفي الأحاديث؟ شريعة قصدك؟ يعني هم قوانين يعني موجودة في الأحاديث وموجودة في آيات قرآنية كتير. أهمية الموضوع هنا يعني مو أهمية الموضوع أنني أكون مع أو ضد، إنما أحاول أن أقرأ الأمور بطريقة معقولة. يبدو هنالك نصوص تركها الرسول، ويوم وفاته تركوه طبعا بفراشه، وبعد 3 أيام دفنوه سرا وكأنه شخص عادي، وذهبوا يختلفون في السقيفة. منذ تلك اللحظة بدأت القصص تظهر، بعد ذلك طلعت هنالك صحف وجمعوها وسووا لنا قصة، وهاي القصة وتعال بدأت القصة تكبر، لكن عندما تجي تريد تشوف ما تركه الرسول من نصوص او صحف كما يقال، هذه الصحف بداوا يقرؤونها عندما احتاجت لها الدوله، احتاجت لان تؤسس لديها شريعه او اساس ايديولوجي لهذه الدوله الجديده التي استولت على المنطقه باكملها، وجدوا هذه النصوص، اتفقوا مع مثقفي ذلك الزمان وكتابه، قالوا هذا اسحاق منصور اتى، كلف ابن اسحاق بان، وهو من جذور يهوديه او مسيحيه من سبي الحيرة هو، فهذا كلفه، وبعد ذلك ألف لك السيرة النبوية، وطبعا بفلوس يعني مش بلاش، وبعد ذلك بعت الياب طبعا كتب السيرة بطريقة توراتية معروفة ابن إسحاق، وهناك عشرات البحوث حول هذا الموضوع، يعني تبدأ بسيرة الأب والابن وولد جده كذا إلى آدم، وبعد ذلك ينطلق هذه الصيغة وهذا النسق السردي، هذا النسق السردي هو نسق ثوراتي صرف معروف، وهناك بحوث كما قلت. الفكره انه هذا كل القصص التي لدينا خاصه عن ملك اليمين، ملك اليمين لا تعني ملك، يعني عشرات البحوث عن هذا الموضوع ممكن تاكدون بنفسكم، ملك اليمين لا تعني ملك، لا تعني انه تذهب الى قبيله ثانيه وتاخذ امراه وتصبح ملكك، لا، ملك اليمين هي الزواج شرعي مدفوع الاجر، وهذا الأجر مدفوع، ولكن ملك اليمين معنى المحضية أو بالزمن الحديث يسمونه عشيقة محضية، أو زوجة ثانية أو زوجة درجة ثانية، مش أم الأولاد، يعني مش الكبيرة يعني. طيب دلوقتي يعني أنا فهمت من كلامك، وصلح لي إذا كنت أنا فهمت صح ولا غلط، أن الآيات اللي موجودة في القرآن الكريم والأحاديث اللي موجودة تم إضافتها؟ لا. طيب وإذا لا، هو أنت المشكلة وين كان؟ بناء على كلمة لا دي، خلينا نكمل السؤال. طيب في أحاديث بتقول عملوا العبيد كذا، وفيها أحاديث يعني أحاديث وفي روايات قرآنية بتأكد فكرة السبي وفكرة العبيد وفكرة، أنت شايف المروي الأحاديث والآيات القرآنية دي إزاي؟ هو مثلا عندما يتحدث عن ما ملكت أيمانكم، مثلا أجيب لك مثال حتى يكون على بين، مثلا هنالك آية قل أوتيتم
لحظة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويصرح لهم في الآية بأنه يجوز لهم الزواج مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم النساء. فهذا الكلام يعني عندما تقرأ تشعر بأنه هنالك مشكلة، يعني اللي يريد يعني يعرف الحقيقة يروح مثلا، أكو شخص صديقي اسمه سرمد رشاد يقول هذا الناس الجملة هذه الآية مأخوذة من إنجيل مرقس 10 ولوقا 18، ونجد بأن هذا هنالك تطابق مع ما حصل من حديث بين يسوع والشاب الغني والتلاميذ، وهنا كانت يسوع يتحدث مع تلاميذه ويوعظهم في أثناء في شاب تقدم هو كان غني جدا كان يسأله قال له كيف نرث الحياة الأبدية، يسوع جاوب قال له هنا سأله يسوع قال له سأل على أعماله وماذا فعل من أجل تطبيق وصايا الله، بعد ذلك قال ماذا ينقصك، هل تريد أن تتنازل عن أملاكك وأموالك للفقراء وتتبعني، لأنه السبب قال لأن الذي يريد أن يرث الحياة الأبدية لا يستطيع أن يخدم سيدين الله والمال. فالبطرس قال له احنا تركنا كل شيء وتبعناك. اللي هي هاي الفكره انه احنا نترك كل شيء، بيت او اولاد او امراه او من اجل ملكوت الله، فمعناته انه هذا الايه هذا المقصود بها انه انا نختار الحياه الابديه. وذكرت لكم المصادر اللي ممكن تطلعون عليها، قل اوتيتم الايه قل اوتيتم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذه لها علاقه بلوقا 18. طيب تمام طيب انت باني الفكره الاساسيه في طرحك. طيب تمام طيب انت باني الفكره الاساسيه في طرحك برضه باني يعني واحد الاس اللي انت باني عليها دوت ان كل السرديات ديت الاسلاميه تم كتابتها في العصر العباسي او في اثناء الامبراطوريه الاستعماريه العباسيه. هل انا فهمت صح؟ اي الفكره ان هؤلاء اتوا وجدوا نصوص التي تركها الرسول. الرسول اسس ملك فقالوا احنا نرث هذا الملك، فكان يحتاجون الى انه أساس أو قاعدة إيديولوجية لهم، فوجدوا هذه النصوص، كلفوا عدد من المثقفين، هذه نظريتي أنا، وقالوا لهم هذه النصوص. فهذا ماذا فعلوا؟ قرأوا الناس النصوص، لديهم مصادرهم من التوراة والإنجيل وغيرها من الإرث اللغوي في المنطقة، وبعد ذلك اضطروا لاختراع قصص وحكايات من بينها قصة صفية وغزو خيبر وغيرها ومن هذه الأمور. أنا هذا اللي وجهة نظري، انه بعد ذلك قالوا انه هذا كلها قصص حقيقيه، بمعنى المعنى الذي يقوله القصص التي تم تاليفها باسم الرسول تم تاليفها بعد الرسول بمئة عام او اكثر، يعني ليس نتاج ماضي، ليس تاريخ، انما تاليف. طب هل احنا عندنا دليل علمي على ان المرويات دي اتكتبت في اثناء الامبراطوريه الاستعماريه العباسيه مش قبلها؟ انا بسالك، هل احنا عندنا دليل؟ يعني هل في مخطوطات، أسأل السؤال بطريقة ثانية، هل في مخطوطات عندنا مخطوطات بتقول إن ده كل ده تم كتابته أثناء الإمبراطورية الاستعمارية العباسية؟ أي موجود الآثار، الأثر الوحيد الموجود هو فقط القرآن، أقدم أثر موجود هو القرآن الكريم فقط وليس طيب. كاملا. وهذا سؤال، هذا سؤال يثير، لماذا لا نجد نسخة من القرآن الذي جمعه حسب الرواية عثمان؟ لماذا؟ هذا قرآن كريم، يعني هل يمكن أن يفقد القرآن الكريم؟ هل يمكن النسخة الأصلية تفقد؟ والنسخة الثانية بعد ذلك بأيام ابن مروان والحجاج هم كلفوا على مود يضعون حتى يضعون التنقيط، أين هي هذه النسخة؟ لماذا تم اختفائها؟ لماذا أخفيت؟ يعني أتخيل أنه الآن هم يقولون أنه محفوظ ومحفوظ، أين الدليل على أنه محفوظ؟ لماذا تم معنى كده من الرقع بعض الاوراق يعني او الرقع اللي وجدوها من القران الكريم اثبت العلم انها منسوبه الى الفتره اللي هي اثناء الامبراطوريه الاستعماريه العباسيه، هل انا فهمت صح؟ اي لا، هو الموجوده النسخ الموجوده حاليا، وهناك بحوث كثيره، بعضهم قالوا برمنغهام يعني موجوده بزمن الرسول، وهذا طلع مش صح. الصحيح الوحيد اللي طلع انه يعني هناك نسخ يعني تاريخها 80 او 90 للهجره، اقدم نسخ موجوده يعني بهاي الحدود، نسخ يعني رقعه مش 40 عام يعني. طبعا احنا نقصد رقعه مش نسخه كامله صح؟ لا مش نسخه كامله ايضا موجوده. السؤال الثاني، ليه الامبراطوريه الاستعماريه الامويه ما كانتش محتاجه السرديه الاسلاميه دي؟ بقى امبراطوريه استعماريه زيها زي الامبراطوريه الاستعماريه العباسيه، محتاج قتل ومحتاج سبي ومحتاج كل حاجه.
ايه هو هذا هو يعني ليه الامبراطوريه الامويه الاستعماريه ما يعني ما اسستش السرديه دي؟ ايش تقصد بالضبط؟ هاي سرديه قصدك عباسيين اسسوا هاي السرديه الامويين لم يفعلوا هذا. اي هذا سؤال مهم، سؤال مهم انه لكن هم كانوا مشغولين بفتوحات بالغزو بالسبي، وكان هنالك بدأت تظهر المشاكل، وهم كم بقي الامويين لم يقوا في زمن طويل، كلها يعني من سنه 41 هجريه الى 134، يعني حدود 90 سنه كلها قضاها حروب وخلافات بما بينهم، وطلع الجهم بن صفوان، وطلعت بدايات المعتزله. وهي اين المشكله صارت؟ المشكله ان هؤلاء عرب اجوا احتلوا هذه المنطقه، صار فراغ استراتيجي بين الفرس والروم، أنهكوا بعضهم، وحدثت حتى في فترتها أوبئة ومشاكل كثيرة في المنطقة، نصف البشرية ماتت بهذه المنطقة بسبب الوباء وسبب الحروب التي لا تنتهي. 26 سنة حرب، خير 26 سنة حرب متواصلة بين الفرس والروم والبيزنطيين إلى انتهت سنة 628، يعني قبل وفاة الرسول بسنوات. فهذه دمرت المنطقة، 28 سنة حرب خير في العراق ومنطقة العراق والشام بأكملها وحتى مصر. طيب تمام. هو في سؤال هنا، يعني معنى كده ان انت بالتبعيه بتنكر كل ما نسب الى النبي محمد من محرمات وجرائم ضد الانسانيه. انا مش موضوعي انكر، انا مش موضوعي انه انا ادافع عن محمد او ادافع عن الاسلام او مع الاسلام او ضد الاسلام، ارجو ان اكون مفهوما. انا بالنسبه لي اقول انه يجب ان نفتح عيوننا، والهدف من كل هذا الكلام لازم اوضحه بطريقه واضحه. ماذا اقول انا؟ انا اقول ان علينا ان نخرج من دور حراس الدين واعداء الدين. يعني احنا حولنا حياتنا باكملها الى مجموعه فرق متصارعه، هنالك حراس الدين وبينهم ايضا هذا حارس الدين الشيعي، وهذا حارس الدين السني، وهذا السلفي، وقضينا حياتنا باكملها في حاله حروب مزمنه. وايضا الان بداوا يتحدثون عن الملاحده، الشبهات، هاي القصص، وداخلين في هاي الدوامه الى ما لا نهايه. انا اقول يجب ان نطلق سراح انفسنا، يجب ان نهدأ من هذا التوتر المستمر اللي امتد على مدى قرون طويله جدا. احنا اذا لاحظنا، اذا ننتبه على انفسنا، احنا نصرخ منذ 2000 عام متى نتوقف لنرى ما جرى، لنرى ماذا فعلنا منذ ايام، منذ الهجره الى المدينه سنه 0 هجريه الى يثرب، ونحن لم نتوقف عن القتال والصراع فيما بيننا. Hello, how are you? Fine. Got the free time now. Okay, tell me, sir. No, I just have a visitor because, you know, it's weekend. Yeah. Okay. So we'll talk on Monday. Suddenly they come to me. Okay. Sure, have time. Tell me on Monday, okay? Yeah, but I try to do something, but no way, I think. I just want to know about the agent. Did he contact with any agent, Silly? Which agent you mean? Did Silly contact any agent who will file the clearance? Okay, agent of the last our ship? Shipment? Yeah. Okay, the agent, the name of the agent. FPS of the, I sent you this. No, that is not an agent. That is the shipping line. There should be an individual agent. There should be a guy, who will do all that thing on behalf of Silly. Okay, I will see. I think it says yours agent. They are doing okay. We have already intimated them. We have. هؤلاء عرب أجوا حتى واحتلوا هذه المنطقة، صار فراغ استراتيجي بين الفرس والروم، أنهكوا بعضهم، وحدثت حتى في فترتها أوبئة ومشاكل كثيرة في المنطقة، نصف البشرية ماتت بهذه المنطقة بسبب الوباء وسبب الحروب التي لا تنتهي. 26 سنة حرب، تخيل 26 سنة حرب متواصلة بين الفرس والروم والبيزنطيين إلى انتهت سنة 628، يعني قبل وفاة الرسول بسنوات. فهذه دمرت المنطقة، 28 سنة حرب تخيل في العراق ومنطقة العراق والشام بأكملها وحتى مصر. طيب تمام. هو في سؤال هنا، يعني معنى كده ان انت بالتبعيه بتنكر كل ما نسب الى النبي محمد من محرمات وجرائم ضد الانسانيه. انا مش موضوعي انكر، انا مش موضوعي انه انا ادافع عن محمد او ادافع عن الاسلام او مع الاسلام او ضد الاسلام، ارجو ان اكون مفهوما. انا بالنسبه لي اقول انه يجب ان نفتح عيوننا،
والهدف من كل هذا الكلام لازم أوضحه، لازم أوضحه بطريقة واضحة. ماذا أقول أنا؟ أنا أقول أن علينا أن نخرج من دور حراس الدين وأعداء الدين. يعني إحنا حولنا حياتنا بأكملها إلى مجموعة فرق متصارعة، هنالك حراس الدين وبينهم أيضا هذا حارس الدين الشيعي وهذا حارس الدين السني وهذا السلفي، وقضينا حياتنا بأكملها في حالة حروب مزمنة. وأيضا الآن بدأوا يتحدثون عن الملاحدة، الشبهات، هاي القصص، وداخلين في هاي الدوامة إلى ما لا نهاية. أنا أقول يجب أن نطلق سراح أنفسنا، يجب أن نهدأ من هذا التوتر المستمر اللي امتد على مدى قرون طويلة جدا. احنا اذا لاحظنا، اذا ننتبه على انفسنا، احنا نصرخ منذ 2000 عام متى نتوقف لنرى ما جرى، لنرى ماذا فعلنا منذ ايام، منذ الهجرة الى المدينة سنة 0 هجرية الى يثرب، ونحن لم نتوقف عن القتال والصراع فيما بيننا. يعني السؤال الى متى نبقى هكذا؟ رايي انه لا حاجة، هل طرح دوت هيوقف الصراع ما بين الحروب والمذاهب الإسلامية؟ لا، هو أنت عندما ترجع للماضي نهدأ، نتوقف عن الصراع فيما بيننا، ولا نخشى على شيء. عاداتنا وتقاليدنا شنو قيمتها يعني أمام الكوارث التي نعيشها حاليا؟ وحتى لو أريدنا نحافظ على عاداتنا وديننا وتقاليدنا، فالعالم تغير، فلن نحتفظ بها ما لم مهما حاولنا. العالم يتغير، كل شيء بات مكشوف وواضح، علينا أن نواجه أنفسنا. نقول هذا التاريخ الذي أتانا فيه مليون مشكلة، وأنا الفكرة التي أقولها بأن هذا القصص التي أتنا عن النبي وعن هذا الدين، والذي تم تأسيس الدين على أساس بعضها وبعض ما ذكرت أنا على أساس هذه القصص الوهمية، هاي كلها قصص مشكوك بها ووضعت خصيصا لأغراض خاصة، وكل إحنا نعرف هاي القضية. فعلينا أن نتوقف عن الصراع ونتوقف عن هذا إطلاق حجة الدفاع عن الدين الموروث، هذه مسألة لا قيمة لها. أي دين أنتم تدافعون عنه؟ دين السبيل فكرة واضحة. يعني شخصياً إيه أهدافك؟ يعني إيه أهدافك من المرحلة؟ يقول إن هاي حجة الدفاع عن الدين موروث، وكل واحد ماد لسانه وداخل نفسه في حالة إنذار 24 ساعة يتصدى إلى أعداء الدين، أعداء الإسلام، وبعضهم يقول لك هذا ملحد وهذا مدلس وذلك شيعي مشرك، وهاي القصص متى نخلص منها؟ أنت شخصياً يا منصور، يعني قول لنا بوضوح كده، أنت إيه أهدافك من الطرح ده؟ مساجات مالوش اهداف. انت اهداف هذا الهدف موضوع. الهدف انه نتوقف، نطلق صراع انفسنا، نهدأ، لا نتعارك مع بعضنا البعض، ان نفهم بان المساله الدفاع عن الدين الموروث لم تعد ممكنه ولا تستحق، وعلينا ان نفهم بان ما اتانا من التاريخ مليء بالمغالطات وبالفضائح وفي الاشكالات. يعني اي دين تدافع عنه؟ انت تدافع عن دين السبي والغزو والسلب والنهب والحث على قتل الآباء والأبناء وطاعة الحكام ولو سرقوا مالكم وجلدوا ظهركم؟ أي دين هذا تحاربون عليه؟ هذا دين اللي يحفظ أيوة. القرآن للأولاد ويمنع، يعني حفظ الأولاد الصغار للقرآن، لكن في الوقت نفسه أيوة بناء على اللي أنت بتقوله دوت، أنت بتحاول تصنع صورة ملائكية. يعني ممكن حد يتهمك بكده أنك تصنع صورة ملائكية للنبي محمد وللإسلام. أنا لا أفكر بهذا الموضوع، أنا ملائكية أو غير ملائكية، هذا تاريخ، لا يوجد نبي ملائكي، هم كلهم عندهم جانب من الشر كبير جدا. هو اصلا هو الدين ليش موجود؟ حتى يمارس الشر. هو اصلا ليش اخترع ده؟ هو ما هي فكره الله؟ فكره الله. هو سؤالي ان ترد على ايه اللي بيتهمك بانك انت عايز تصنع صوره جميله وملائكيه للنبي محمد والدي؟ إيه؟ هذا اوكي، ما يخالف، انا اصنع صوره ملائكيه. هو اصلا هو لماذا نجحت الصوره غير الملائكيه التي وصلتنا عن رسول محمد؟ لان الناس تحب هاي الصوره، الناس تحب هذا النبي الذي يقاتل ويغزو الناس ويسلبهم وينهبهم ويسبي نساءهم وينام معهم في الطريق، هي هاي الصورة النبي التي يعشقونها. لهذا السبب هنالك من يشنع على هاي الصورة من أعداء الدين كما يقال، وهنالك من يرحب ويدافع ويستقتل من أجل الدفاع عن هاي الصورة. بالحقيقة هو يدافع عن غرائزه وعن أحلامه الوردية أو أحلامه المحرمة بغزو النساء وسبيهن واغتصابهن وامتلاكهن وامتلاك الأموال والسهولة، هاي السهولة بالتفكير. هذا الدين الذي، هاي صورة النبي التي زرعوها بين الناس ودمروا بلداننا وجعلونا نكذب على بعضنا بعض ليل نهار. هذه صورة الدين يجب أن نكشفها، يجب أن نقول للناس أن قضية مو أنا أدافع عن محمد ولا أدافع عن الإسلام ولا أقف ضده. علينا أن ننسى هذا الموضوع تماما. يعني أنت تكره الإسلام مثلا، أنت ملحد، أوكي، يعني وبعدين؟ وهذا أنت مؤمن، افتهمنا أنت مؤمن على وزن القنيبي أو عدنان إبراهيم ويرتق، يعني قضين عمرنا بالترتيق والتفتيق يعني أنت ضد السردية اللي منتشرة أن النبي محمد مقاتل ومحارب وغزا وسبى ونهب وقتل وخد عبيد، يعني أنت ضد السردية دي، فأنت بتصنع سردية موازية؟ لا، أنا لا ضد ولا معه. أنا أكرر مرة العاشرة، أنا لا ضد ولا معه، أنا ما عندي موقف أيديولوجي.
أنا أقول نطلع من هذا الخانق الضيق، نطلع من جو أنه معه وضد، نطلع من فكرة أن هذا عدو الإسلام ولا تبادل الاتهامات فيما بيننا. أيوة وهذا نطلع هذا نروح فين يا منصور؟ يعني نطلع نروح فين؟ أنت نطلع اسمح لي أسألك السؤال، أنت عايزنا نطلع نروح فين؟ نروح للعقل، نروح للعقل، نمارس طريقة علمية بفهم تاريخنا واقعنا ونشوف هاي الشرائع التي نمارسها وهاي التقاليد والعادات التي ورثتنا، الهوية المشظات التي نحن عليها، هاي الهوية التافهة التي يدعون الدفاع عنها. أي هوية دافع عنها؟ هوية العربي وهي هوية المسلم. ما أين هو المسلم الآن؟ كلام أنا أسمي هذا يعني أنت بتدعو أن الناس تتعامل مع التاريخ ده بشكل محايد، ولا أنت بتدعو أن الناس تتعامل مع التاريخ ده في واحد اثنين ثلاثة بإيه؟ نتعامل بهدوء. أولا نتعامل مع التاريخ بهدوء. التراث الذي أتانا التراث في 90% 95% الزبالة، ويدمر أي حاضر وأي مستقبل، ويدمر أي شخصية وأي ذات وأي شعب وأي أمة وأي جمهور وأي أي تسمية كانت، يدمر أي شيء. هذا الذي نتفاخر به لا يستحق الفخر، وعلينا أن نكون شجعان وواضحين وصريحين ونقول هذا الذي أتانا بحجة هذا رسول، بحجة ذاك مقدس، بحجة هذا الله وهذا كلام الله. هذا الكلام يجب أن نزيحه جانبا ونفكر بطريقة صحيحة ونقول هذا الذي أتانا، علينا أن نتفق جميعا على أن نكون جريئين، على جرعة كافية بدراسته والتحقق منه. أنا ليس هدفي مثل الذي يحاول أن يجلب كل الكرات في ملعب الدين وملعب الرسول. الاقتراح اللي أنت بتقترحه ضمنيا بيعني يا مسلم تاريخك مش وحش، ولا النبي بتاعك كان وحش ولا حاجة، ارجع للنبي ده. وترجع وين؟ ما راح انتهى الموضوع. لا ترجع لماذا؟ السيرة مالته سيرة تم، ما نعرف حقيقة، نعرف بس أن الآن متأكدين موجود شخص اسمه محمد في زمن كذا، لكن ما هو، كيف، ما هي أصول الحكاية؟ إذن ليس أمامنا سوى العقل والمنهج العلمي بفهم ما جرى. وأما أنا يطلع هو الآن محمد هو ليس شخصية، الآن هو الرسول له علاقة بتاريخ بأكمله. هو تم تأسيس حضارة وتأسيس ثقافة وتأسيس وعي على أساس سيرة الرسول. هذا الأساس، أنا أتحدث عن الأساس، أنا أتحدث عن الدين الشائع والقرآن المفهوم الذي وصلنا، أنا لا أتحدث عن الذي في القلوب. هذا الذي أتانا الذي تحقق على الأرض، هذا أساسه مدمر وأساسه مخرب، وهو سبب خرابنا بأكمله. هذا اللي أتحدث عنه. أنا لا ما عندي هدف أيديولوجي. هذا الأساس الذي نبني عليه كل قيمنا، ونبني عليه ذاتنا، ونبني عليه أفكارنا، ونبني عليه تصوراتنا عن العالم والنفس والأشياء والآخر، وهي الكارثة العظمى. هذا التصور عن الآخر الذي نزرع الكراهية الآخر ونعتبر نفسنا نحن خير أمة والأولاك يعتبروا الشعب الله المختار. إلى متى هاي القصة؟ مو شفنا النتائج المدمرة؟ علينا أن نطلع من هاي المعمعة، نطلع من معمعة الإلحاد، معمعة الإيمان، ونقول كفى، نأخذ إجازة من الحروب، ناخذ اجازه من الاقتتال، من الصراع، من تبادل الاتهامات، مثل صبيان مدرسه يتعاركون 24 ساعه، صار لنا 2000 سنه. اهدؤوا، كفى توترا، واتركوا كل المواضيع، اتركوا مقدساتكم، خلوها على جنب. طيب هل طرحك ضمنيا بيعني ان تم بناء صوره مزيفه للنبي محمد في العصر العباسي؟ هو صورة حسب الحاجه، ولا وانا بناء صوره وانا مزيفه ولا لا؟ ما علي أنا مزيفة أو غير مزيفة، ليس هذا الموضوع بالنسبة لي. أنا ليس هدفي الحقيقة كما حصلت في التاريخ. هدفي أنه هذا الحقيقة إن كانت صح أو غلط علينا أن هل تنفعنا أو لا تنفعنا. هذا السؤال. هذه الحقيقة التي وصلتنا لحد الآن وطتنا صورة جيوش تغزو وتستبيح الأعراض والنفوس وتقتل وتنهب وتسلب، هذا يعتبرها فخر. ويجيك مثلا حتى شيوخ كبار، أنا ما أذكر أسماء، أكبر شيوخ المسلمين، يجي يتحدث يقول والله كنا نحكم أيام العظيم من إسماعيل الصين، من إسماعيل الصين، فخور بالقتل والسلب والغزو الناس. سؤالي بوضوح، هل الصورة اللي تم صناعتها في بناء على كلامك في أثناء الإمبراطورية الاستعمارية العباسية صورة مزيفة، وكانت تحتاجها هذه الإمبراطورية الاستعمارية علشان تستمد منها شرعية دينية للغزوات، للنهب الشعوب، لاحتلالها؟ نعم، صورة مزيفة وحقيقية في الوقت نفسه. كيف؟ أنا أقول لك كيف. صورة مزيفة لأنه بالتأكيد هي مزيفة عن الماضي، صنعوها حسب حاجتهم، لأنهم اتفاق بين بدأت من المنصور قال نعمل أساس أيديولوجي ونعمل دين جديد، وكلف من مالك إلى الشافعي وغيرهم، وبعد ذلك إجا هارون الرشيد كمل الموضوع. هاي الصورة بنوا سردية كاملة يعني محبوكة، وجرى تعتيل عليها
وأصبحت حقيقة. كيف حقيقة؟ حقيقة مزيفة أصبحت حقيقة نعيشها ونتحدث بها ونختلف على أساسها وننطلق منها، وأصبحت الطريقة التي نرى بها العالم وكل شيء، وأصبحت موجودة حتى في أحلامنا، موجودة في كلماتنا، في لغتنا، في كل شيء نمارسه في حياتنا. هذا اللي أقوله، هذا الحقيقي. الحقيقي أن الدين الموروث لأتانا هو أذهان حقيقيين، وإحنا مسؤولين عنه، لأنه لم ينجح بالوصول إلينا إلا بإرادتنا وبرغبتنا ورغبتنا بممارسة العنف. يعني أنا نشوف شبابي يتعطش يقول إحنا كنا نفتح البلدان ونغزو وفخور بهذا الإجرام. يعني أين معناته؟ شنو معناته؟ المشكلة ليست في الدين، مشكلة في الشعوب التي جرى تشويه عقولها ونفوسها. ويجين الآن مثلا واحد يقول أنت تدافع عن محمد، يا أخي الموضوع مش محمد، أنت اطلع من الموضوع، مش الدفاع عن محمد ولا الدفاع ضد محمد ولا مهاجمته ولا مهاجمة الإسلام ولا مهاجمة الدين. الموضوع نحن كبشر كيف نتقن التعامل فيما بيننا، كيف نصنع. أيوة، هي يا منظور الدين عامل أساسي في صياغة، أخد بالك، المسلمين. الدين عامل رئيسي في صياغة علاقتهم بالآخر. نخرجوا منه إزاي يعني؟ هو خلاص يعني هو هل ترحق الجديد دوت يساعد المسلمين إن هم يخرجوا؟ طبعا، لانه هو مغشوش، لان يقول لك هذا محمد مقدس، لا يجب ان تقتدي به. هو صنع لك صوره للرسول حسب مزاجه، وبعد ذلك هاي الصوره قال لك سواء يعني احاديث مزيفه وهنالك صحاح ورجال ومستدركات، وصنع لك صوره كامله والف عليك، والكل الان يتحدث يقول لك ها والله هذا هل موجود في الناس، هل موجود هذا حديث، ويعتبر الحديث هو منطلق للتفكير ولا يقبل النقاش. هذا الخطا. الاساس ليس الدين، الاساس هو الانسان. هاي القضيه التي تغيب عن اذهاننا جميعا. طيب بس اكمل هاي بالمناسبه، الذي يقول ان الاساس هو الدين هو نفسه الذي يقول ان الدين ليس لا يصلح ان يكون اساسا، وهذا الدين سيء وكل من فيه لا اخلاقيين، وقدموا صوره سيئه جدا للشعوب المنطقه، ويجب ان نتخلص من الدين. هي المساله ليست هكذا، لا هذه ولا تلك، علينا ان فقط ان ننطلق من الانسان الذي ينطلق من عداء الدين، هو ما زال في مدار الدين. هذا اللي اقوله. طيب دلوقتي نروح للاسئله. الاستاذ كمال غبريال بيقول لك الانكار تكتيك الشطار، يعني انك انت تنكر الصوره سبي النساء وملك اليمين، ده تكتيك الشطار. ايه تكتيك الشطار؟ يعني الشطار هو بيقول لك ان لا، انت يعني ما بتنكر ده حاجات مستقره وموجوده وتقريبا في ادله عليها. هو ده المعنى اظن اللي عايز يقوله الاستاذ كمال. يعني قلت هي موجوده، انا ما قلت لا، انا ما انكرت هذا، انا لم انكر هذا، انا قلت انه جانب حقيقي وجانب مزيف. الصوره التي موجوده والتي تم تاسيسها في العصر العباسي، فتره التدوين كما تسمى، هي صوره اصبحت حقيقه موجوده في النفوس. يعني وهناك خلط طبعا، بالمناسبه يجب ان اشير هذه المساله، لماذا يتحدث بهذه الطريقه؟ هناك خلط بين التاريخ الحقيقي وبين الموروث، يجب ان نفرق بين التراث وبين التاريخ. التراث هو ما شكل ضميرنا، ما شكل هويتنا كعرب وكمسلمين او حتى غير مسلمين في هذه المنطقه من العالم. فهذا تراث، هذا اصبح حقيقه. التاريخ الحقيقي مساله اخرى، انا ما لي علاقه انه ما فعله الرسول بالنسبه لي حقيقي بالمنهج الظاهراتي او الفينومولوجي، هو حقيقي اصبح جزء من وعي الانسان وتراثه وقناعاته واخلاقه. اما حقيقه الموضوع هذا، انا اقول انه ما تم تاسيسه هو زائف وفيه اشكالات كثيره، وتطرق الموضوع غزوات الرسول وسبي النساء، ليس الهدف سبي النساء، يجب ان اكررها اكثر من مره. الهدف انه اشير الى قضيه اساسيه تؤكد ان هذا التراث الذي اساس هذا التراث هو مزيف وغير منطقي وغير مقبول، ولا يمكن ان يكون حصل فعلا. هذه القضيه. انا ذكرت مثل واحد، بينما هناك عشرات القضايا، يعني هاي واحده من سبي النساء وملك اليمين مثلا، لكن انه عندما نجي نفحص واحده راح نلقى مشاكل كثيره جدا. تمام. الاستاذ نصر، مش عارف، نصر الله بيقول لك واضح ان انت ما قريتش القران، وان في ايه واضحه بالقران تبيح وطئ الاسيرات ذات الازواج. ايه مال الاوطاس؟ ها انا هطلع لك التعليق اهو. بيقول لك واضح انك انت ما قريتش القران الكريم، في ايه واضحه بتبيح وطئ الاسيرات ذوات الازواج. مقدمه التفسير لها، هاي تفسيرها، هذه القصه تم وضعها
بعد الآية يعني، وتم وضعها ضمن موضوع أسباب النزول. لكن هي بالحقيقة عندما تجي قدمت لك الأصل مالتها حسب صديقي سلمى الرشاد وعند أصدقاء أو كثيرين، أكو عند صديقي محمد الفيلالي هم عنده بحوث أنه يقول لك هاي الآية موجودة بالإنجيل لوقس رقم 18 نفسها نفس الفكرة، وقدم لك الأدلة عليها. لكن هو ماذا يفعل؟ ليش هم ليش يتغيرون؟ هو يعرف أنه هذا هو كلمة مهان. نرجع الموضوع شوية آخر شوية بس لازم أذكر على عجل، كلمة قرآن معناتها كلام إلهي، يجب أن نعرفها. القرآن مو كتاب، اي مرات يذكر ايه يقول لك هاي قران، فهي اي كلام الهي الرسول كان يقصد به هو هذا كلام يسميه قران، سواء هو صدر على لسانه او منقول او محفوظ يعني من اصلا من التوراة او الانجيل. فعندما يقول قران وهاي الايه موجوده هي اصلها موجود بالانجيل والتوراة، لكن عندما ياتون المفسرين ماذا يفعلون؟ يسوي قصه نزول. لماذا؟ لانه لا يريد ان يحيل الى التوراة والانجيل، يقول لك لا احنا ديننا خاص، احنا نريد نسوي ديننا خاص، فانا لا اريد احيل. فماذا يفعل؟ يؤلف قصه على التفسير مالته، وهو يقول لك انا اذا غلطت غلطت، يعني انا مفسر قابل انا اله، انا هذا تفسيري. وبعد ذلك عندما وهذا هكذا صنعوا العقل الجمعي للناس بهذه القصص. الان لا نستطيع ان نستوعب شيء غير ما جرى تلقينه لنا، وغير ما تم تدوينه ونشره عشرات الطرق، ودخلنا في جدالات متشعبه لا نهايه لها، لكن اصل الحكايه ضاع ونسى. ايوه يعني احنا عمالين نتخانق على تاريخ زائف، يعني هي ده اللي انت عايز تقوله صحيح؟ الاساس التاريخ الذي اساسه زائف، يعني اساسه زائف، لكن أساس. ما حصل هو حقيقي، يعني الان من داعش تسمي الناس حقيقي، يعني ما يعني ايش يعني بس هو برضه احنا بس بنقول ان الاستاذ ناصر منصور الناصر بيقول حاجه بس مهمه، ان هو ما فيش اخذان عبيد او سبي النساء من القبائل المحيطه، لكن هو خد سبع نساء وعبيد ومن الشعوب الثانيه، يعني من شمال افريقيا مثلا، هو ضرب مثال بدوت يعني. طيب الاستاذ ماهر حميد بيقول تاريخ العبوديه موجود بمصر وبلاد الرافدين والشام، مش في القبائل البدويه دي بس. اي موجود، توافقوا في الراي ده؟ العبوديه انا اتحدث عن سبي النساء تحديدا، انا طيب. ما اتحدث عن العبوديه، اتحدث سبي النساء، يعني فكره انه تذهب الى العشيره المجاوره تاخذ منهن نساء. أيوة. هذا أنا أتحدث عن هذا التحديد، العبودية موجود، بالعكس كان هو عامل الاقتصادي الأساسي هو أنه بيع وشراء العبيد واستغلالهم في حراثة الأرض والأعمال الشاقة. أيوة. يعني أنا بالنسبة للحيد يعني للحضارة المصرية القديمة أو الدولة المصرية القديمة، أنا ما أظنش إن كان في عبيد، والسبب كان بسيط جدا، لأنها لم تكن تحتاج إلى القوة العاملة دي، يعني ما كانتش محتاجة للقوة العاملة دي، فأنا ما أظنش إن الدولة المصرية القديمة كان فيها عبيد. الأستاذ أحمد الدخخني بيقول السيد بيكلمك، يعني السيد المحترم يتوقع أن الجزيرة في العصور الوسطى مثل كندا الآن. وين السؤال؟ السؤال هو تطلعه لك على الشاشة. السيد المحترم يتوقع أن الجزيرة يعني العربية في العصور الوسطى زي كندا دلوقتي. لا، هو الان البحوث الجديده حسب ما طلعت عليه الفتره الاخيره انه ثبتت بانه الجزيره ليس كما كنا نتصور، فيها درجه من الوعي والثقافه لا باس بها، وكانت منطقه وسطى بين اليمن والروم والهند، وتجاره البخور تمر عن طريقها، وكان الفرس موجودين. يثرب نفسها، شنو يثرب؟ هي تابعه للحيره يعني، كانت والحيره تابعه للفارس وصراع مع الغساسنه والرومان، يعني منطقه حيويه جدا وغير ما نتصور. قلت هو هي هاي الصوره، شوف واحده من الاكاذيب التي تم نشرها بيننا، ان هنالك صحراء وظهر بها وكم جبل وظهر بها شخص وقال انه انا نزل عليه كلام من الله، وهذا يتصورك امور بهاي البساطه وهاي السهوله، ويقول لك انه حتى لماذا مكه مثلا مكان مجهول لا احد يعرفه، لان حتى لا يساءل، يعني يقول لك أنت موجود مثلا ظهر منطقة بالشام والعراق، هي مليانة مسيح، مليانة معنويين، مليانة يهود، فأنت تطلع بيناتهم شنو؟ فيقول لك لا احنا نعرفك، فيقول لا احنا طلعنا مكان ما حد شافه ولا أحد يعرف به، ويقول لك كتابة يعني مكان مجهول على سبب، هي مكة لهذا السبب سبب يصير هناك شكوك كبيرة في وجود مكة، وإن وجدت فليس في المكان المقصود. فالسؤال كان هو يقول انه الجزيره في العصور الوسطى، لا بالعكس، وندعو الى قراءه كتاب باتريشا كرون حول تجاره مكه، وكاتب كتاب ضخم عنده موجود، وسعره رخيص اشتريته من مصر عن القاهره، سعره جدا رخيص يعني شهر دولارين يعني يمكن، كتاب ضخم، وادعو الى قراءه. وهناك ايضا دراسات عنه، درست كل عمليات تجاريه والمناطق الموجوده والثقافات الموجوده المنطقه، واصلا الدين القران الكريم
كان لا يخاطب الوثنيين، كل معظم خطابه هو الصراع بين يعني بين حوار توراتي مسيحي، يعني لا نجده ينابز الوثنيين. الأوثان ما موجودة كانت، يعني معظم البشر كانوا مسيحيين ويهود وموحدين، معظم الشام والعراق ومصر كلهم مسيح 100% تقريبا. لا روح يعني النسبة الباقية ما نوين أو شيء من هذا القبيل. الوثنيين موجودين قبائل متفرقة لا قيمة لها، وهاي قصة الوثنية هي ألفوها، وأصلا هي الوثنية هي هو دين حكام الجدد، حكام قريش كما يسمون. تمام، أنا بقترح عليك بس يا منصور نجاوب بسرعة أكتر علشان ناخد أكبر عدد من الأسئلة. صديقنا الكبير أو صديق الكبير ماهر حبيب بيقول: لم يكن هناك أي سوق للعبيد بجزيرة العرب، مصدر ثرواتهم هم المواشي، هل الكلام ده صحيح يا منصور؟ هي طبعا أنا فعلا هاي ملاحظة ذكية جدا ومهمة جدا، يعني هذا يعضل كلامي أنه يعني لا يعقل أنه هناك عبيد، لأنه سوق عبيد يعني موجود. مثلا عندما تجي هسه تشوف من العبيد معروفين، مثلا ابن الرسول هو من أصول رومانية بيزنطية، بلال الحبشي من الحبشة من اسمه معروف، سلمان الفارسي من فارس، دحية الكلبي أصوله من مناطق دمشق، ما لا تجد شو اسمه عمار بن ياسر أصوله أيضا يمنية وحبشية، ما لا يوجد عبيد من المنطقة القريبة، كلهم من خارج يعني. وحتى إذا تجي تأكد عن قريش، حتى هاي نسيت أذكرها، عن موضوع زواج أبناء الخالة والعمة، قبائل يعني مو هي 10 بطون قريش، البطون بيناتهم يعني لا يتزوجون من أولاد الخالة والعمة أيضا، هذا عكس لماذا يعني تلك أول زواج جرى داخل بني هاشم هو زواج شو اسمه فاطمة بنت أسد، أول زواج يحدث في قريش، في قريش كلها. وهذا يؤكد أن واحدة من القضايا الأخرى اللي ما طرقت لها ولا إراد لها بحث خاص أو حلقة خاصة، أنه زواج أبناء الخالة وأبناء العمة كان محرم في الجاهلية. عايزين ناخد أسئلة كتير يا منصور، فحاول الإجابات تبقى سريعة من فضلك يعني وقصيرة. يعني الأستاذ حسن محمد بيقول: يا أستاذ منصور، القرآن فرق ما بين أزواجكم وما ملكت أيمانكم. يعني قلت هذا، قلت هي زوجة ثانية. زوجة ثانية، يعني قلت هي الزوجة الأولى، وقلت التسمية الاسم البلجي اسم بالتوراة موجودة، وإذا ممكن أنقل لك الصورة إذا تيجي تشوفها السرية يسموها أو بلاقش ما أعرف شلون تلفظ الكلمة. في الأستاذ بارجوتا حاجة كده، يعني أنا مش عارف أقرأ الاسم، يعني هو بيقول إن فكرة الإسلام ظهرت على أنقاض جماعة نصرانية كبيرة وكانت متأثرة منتشرة في جزيرة العرب، يعني هل أنت مع الرأي ده؟ اي طبعا، هو الاسلام هو شنو هو يعني من كل قطر اغنيه، هو طبيعي يعني عندما يطلع دين جديد يطلع على اساس، يعني ما يطلع من الصفر، هو يدعي دائما بانه هو لا تاريخ قبله وهو اتى من السماء، وهي كلهم عملوا. حتى الحداثه الان عندما تتحدث بايام التنوير يقول لك لا احنا طلعنا ما عندنا علاقه بالتاريخ المسيحي السابق علينا، لا كل واحد كل قطيعه ثقافية وحضارية جديدة تدعي أنها أصيلة ولا أصل لها ولا جذور لها، وأنها أتت شو اسمه أتت من يعني من السماء مباشرة. فهو صديقة لوسيان يقول نفس شحروري، يعني ما له علاقة بشحروري، شحروري يشتغل على ألاعيب لغوية وتحليلات لغوية، ما له علاقة بشحروري، أنا له علاقة بالموضوع كله. صديقي العزيز أنا أحبك جدا لوسيان، يقول نفس شحروري، شحروري يحاول أن يرتق الخلافات وطريقته، عنده طريقته وبترتيق الامور من داخل النص المورود، من لا يريد ان يقول بان هنالك اخطاء لا يحقق بالكلمات فقط. انا اقول انه التاريخ هذا الذي وصلنا الذي تم تاسيسه، التراث كله بنصوص المقدسه كلها مشكوك فيها، يعني قران وحديث كله مشكوك فيه، ولا يستحق انه ان نعتمده اعتمادا مطلقا كله. تمام يعني تمام. بس أكمل هاي الجملة، شحرور عنده مسألة تأويل، لا احنا فهمنا هاي الآية غلط وهذا كذا والحجاب معناها كذا والملكة لا، يعني قصدي كله تمام. الفكرة واصلة يا منصور، يعني خلينا ناخد تعليقات وياريتك ترد في 30 ثانية. الأستاذ منصور الأستاذ سعد بيقول: الأستاذ منصور أعتقد أن طرحك بحاجة لتوضيح أكثر، ففي وضع استقطاب حاد جدا بين الدين ومعارضيه، لا تفهم الأفكار والأطروحات إلا من خلال الحدود التي يضعها الفريقان المتصارعان. وأنا مع الأستاذ سعد بدوت إن طرحك فعلا محتاج شرح أكثر، ومحتاج حلقات منك أكثر، ومحتاج كلام صحيح يعني.
هذا كلام صحيح، أتفق معه تماما. وبمناسبة أنا شخص حتى لكي يعرفني كثيرين، أنا صانع أفكار، أطرح تساؤل وأقدم بعض الأدلة وأترك الآخرين لهم فرصة لأن يبحثون بالموضوع أكثر. أنا هاي طريقتي، يعني لما تجي على قناتي يعني أصنع أفكار، أطلق أفكار، والآخر اللي يبحث خليه يبحث. يعني تمام. الأستاذة هبة فارس بتقول لك مساء الخير. مساء الخير هبة فارس، أهلا بيك يعني صديقتي على الفيسبوك وصانع رائعة وجميلة يعني. نروح لتعليقات. جريتست تحية ليك من عزيز يوسف من تورونتو في كندا، يعني من بلدنا يا معلم يعني. بلدياتي. بلديات أنا مش أنت، أنت راجل هولندي، أنا راجل كندي. أنا بين لؤة وبين ومسنة وثلاث دخلت بأربع حيطان، يعني واحد بيهزر يعني. في حد بقى بيقول لي الأستاذ أكروشا، أنا مش عارف على الاسم يعني، لا أتوقع المنصور الناصر يقصد ذلك، وإنما يتوقع أنها منفتحة قبل الإسلام أكثر مما بعد الإسلام. هل أنت تقصد أن الحالة يعني أو المجتمع كان أكثر انفتاحا قبل الإسلام عنه ما بعد الإسلام؟ بس الإجابة بسرعة يا منصور. لا طبعا، وكان المجتمع قبل الإسلام منفتح، هو الإسلام دين مغلق، مغلق تماما، ويرفض الحوار ويرفض الاتصال مع الآخرين، وهذه واحدة من العوامل القاتلة اللي أدت إلى تخلف مجتمعاتنا بأكملها، وعلينا أن نتخلص من هاي اللعنة. لعنة إيه يا رئيس؟ لعنة هذا الانغلاق، واعتبار أنه نحن خير أمة وأننا لا نحتاج الآخرين والآخرين كلهم غلط. هذا التصور البدائي، هذا الموديل البدائي الذهني اللي علاقة بالشعوب البدائية بالإنسان المتخلف البدائي، هذا الموديل لم يعد ممكن. الآن كانت مهمة لأنه كانت الموارد محدودة، الآن عليك أن تنفتح مع الآخر. كل ما انفتحت أكثر مع الآخر، كل ما تقدمت أكثر، كل ما ارتقيت أكثر، كل ما توحدت أكثر. لاحظ أمريكا تتوحد أكثر كلما تقدمت أكثر، يعني الأمور بالمقلوبة، وإحنا ما زلنا عايشين بالذهنية القديمة التي أتتنا من التراث، ونقول هذا التراث هو الذي يجب أن نختدي به، وهو 95% من عنده مزيف، و1% الباقي غلط في غلط. طيب إحنا خلصنا الأسئلة، وبقترح عليك تعمل ملخص سريع لأهم النقط اللي أو أهم النقط اللي هي في الطرح اللي أنت بتطرحه النهاردة. يعني أنا قصدي أنه أهمية الموضوع أنه إحنا اختصرها. اول نقطه، ليش جرى استغلال هذا الموضوع، استغلال موضوع سب النساء وما الى ذلك وعلى هالوزن. هذا اسس لنا دين باكمله هدفه التبرير ثم التبرير، يعني كانما الدين هذا الموجود هو موجود فقط للتبرير وللطمطمه وللترتيق وماذا، يعني يبدو هذه وظيفه الدين الموجوده لدينا، يبرر ويشرعن كل فعل مطلوب من قبل الحكام والفقهاء. أقول ما الذي كان يجب أن يحصل؟ يجب أن لا نوافق بعد الآن على التستر على كل شيء. هناك التستر على نسخة القرآن كما قلت التي العثمانية، يعني ليش تستروا عليه؟ ليش تستروا على النسخة الثانية اللي نقطها الحجاج؟ فهذا موضوع يثير الريبة، ويجب أن يوضع بالصدارة. هذا موضوع مهم يجب أن لا نتغافل عنه. على أي أساس نتغافل عنه؟ على أي أساس أنت تقول هذا القرآن هو محفوظ؟ خليني أشوف. هذا مبدأ أساسي الآن، أنه حاكم الناس، تعال فضل أنت تحدثني عن القرآن وتحكي لي قصص، فيجب أن نحاكم. ثالثا، ما الآثار المترتبة على هذه القصص المزيفة؟ الآثار الخطيرة جدا هي اللي أدعو أقول بها، أنه انتشار الفساد، انتشار الكذب فيما بين النفاق، الادعاء، التدليس، الظلم، نشر أخلاق سيئة جدا فيما بيننا، أخلاق الغزو والسلب والنهب والكذب وما إلى ذلك، والشتائم. أنا تعال بقناتي مجرد تقول كلمة يشتموك، ليش؟ لأنه تفكر، ممنوع تفكر، ممنوع تستخدم العقل، وهذه 2000 سنة. النتيجة رابعا، الذي الكارثة التي نحن فيها بسبب هذه القصص المزيفة التي تأتينا بحجة، يعني سواء كنا مدافعين عن الدين أو ضد الدين، ما لنا علاقة، احنا خارج هذا. أقول هذا خلى الناس، حول الناس إلى فريقين، قسم الناس إلى فريقين، هناك فريق يرتق ويدافع ويقضي الحياة بأكملها ترتيقا ودفاعا، وآخر يشنع ويعير ويشمت. أي أن الأمر تحول إلى أيديولوجيات متصارعة، بدليل أنه يعني بعض يغضب، إحنا تعالوا يا أخوان تعالوا نوقف نتأمل، يقول لك يعني لا حيادة في الموضوع، يعني تعدو الدين. أهمية الموضوع أخيرا وخامسا، هو ودعوتي إلى أن نتوقف عن النزاع، وأن نتأمل تاريخنا جيدا وندرسه جيدا كما هو وبأدوات عقلية وعلمية محايدة. وعلينا أن نعي بأن النزاع بين الفريقين، فريق الذي الملحدين
وفريق المتدينين وايضا الفرق الداخليه بينهم المتنازعه ابدا ودهرا الدهر كله عليهم ان يعرفوا بان هذا هذه النزاعات لن تحسم نهائيا لانها قائمه على تاريخ مزور وكاذب واسطوري ووجد باكمله لخداع الناس وسيطر عليهم وتدمير شخصياتهم. تمام، شكرا جزيلا صديقي الكبير منصور الناصر. طبعا الطرح اللي بيطرحه منصور النهارده وكمان الافكار اللي بيقولها الحقيقه انها افكار في رايي يعني بغض النظر عن الاختلاف او الاتفاق، لكن هي افكار مهمه جدا ومحتاجين ندير نقاش زي ما قال احد الاصدقاء، يعني نقاش هادي وعقلاني حواليها يعني. وطبيعي ان اي منتج معرفي جديد او اي فكره جديده طبيعي انها يبقى في ناس مع وناس ضد، لكن الاصل ان احنا نناقش الحاجات باكبر قدر ممكن من الهدوء والعقلانيه لان ده لصالحنا كلنا. شكرا جزيلا صديقي منصور الناصر، شرفتني ونورتني، وشكرا جزيلا لكل الاصدقاء اللي كانوا معانا على الشات واللي كتبوا اسئله وتعليقات. شكرا جزيلا، شكرا لجميع الاصدقاء والحضور، واتشرف باسئلتهم.